يا اخوان هذه سلسلة تغطياتنا. اليوم انا عند متجر بايع الولد، تمام؟ بغطي لكم ايش عندهم منتجات وحط اوراق تواصلهم وتواصلوا معهم. مين معنا اخونا كريم؟ سلمان مشعل الدرشي. اخوي سلمان الله يحييك، يا ريت تعطينا انت وش عندكم منتجات وش تتميزوا فيه؟ عندنا احنا مصنع بايع الورد، انتاج عطر ماء الورد الطائفي. عندنا منتجات اخرى مثل البهارات، بهارات الورد بالطبخ. بهارات هذه انتم تسووها في البيت اخوي سلمان؟ ايوه الاهل يسووها. الاهل يسووها، شغل بيت يا جماعه، هذا شغل بيت، يسوي ابزار الرز بالورد، ممتاز. عندنا فازلين بالورد. فازلين بالورد، تمام. وعندنا ماء مرش للوجه، ماء نظيف البشره، ماء مرش للورد، تمام. عندنا لوشن بالتوت البري، وفي لوشن اخر بس لوشن بس الكميه. ايوه. عندنا نوعين من مرشات الفارس، عندنا بالفروت وعندنا بالتوت البري. ايوه. وعندنا سيروم البري اللي هي الجسم والشعر. ايوه. عندنا مويت ورد. أيوه. درجه اولى ودرجه ثانيه. ايوه. طيب ايش الفروتي هذا؟ الفروتي هذه من اكثر من خلطه، اكثر من خلطه الورد وما اكثر. إيه بس هل هذا خاص بكم اخوي سلمان؟ كل المنتجات الحمد لله خاصه فينا وخاصه بالمصنع. ايوه. طيب اعطينا ارقام تواصلكم، لان الناس اذا كانوا يبغوا يصير يقدروا يتواصلوا معاكم ويعطوكم ايش يعني يتواصلوا. سؤال انا دائما اطرحه على الناس، هل توصلوا لخارج الطائف؟ لا الحمد لله منتجاتنا والله من العام الى يوم هذا الحمد لله نوصل داخل وخارج الطائف. يتواصلوا معاكم الجماعه؟ التواصل على، طيب هذه ارقام التواصل يا جماعه اللي يحب يتابعهم، اظن عندهم الانستغرام والجوال. وموفقين يا اخوان، شكرا لك اخوي سلمان. سلام عليكم.